السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الأعزاء. اليوم متواجدين لدى معرض البريمي، ولأول مرة في قناتي أصور البورش اللي أمامكم، بورش كاريرا اس 2024. طبعا كمسميات، كمحركات، كأداء رياضي بحت، البورش بشكل عام مفصلة تفصيل جبار جدا، السيارات الجميلة جدا واللي تقدر تفصلها على حسب طلبك وعلى حسب ذوقك فعليا، كداخلي خارجي، كسسبنشن، ككل شيء كل شيء. حتى الجناح الخلفي تقدر تطلبه بانه طريقه الجناح هذا اللي يفتح تقفل اوتوماتيكيا على حسب سرعته، وانت تفتح تقفله او تبي جناح اساسا طول الوقت مفتوح بشكل يعطيك خلينا نقول داون فورس افضل. البورش الله يسلمكم تجي بمحركات زي ما قلت لكم مختلفه واداء مختلف. هذه الكاريرا اس تجي دفع خلفي، انا ما افقه كثير في البورش، عشان كذا لو غلطنا بشيء اعذرونا. الكاريرا اس تجي دفع خلفي، محرك اللي هو 3 لتر 6 سلندر 2 توربو اللي هو توين توربو بقوه 450 حصان وعزم دوران 530 نيوتن متر، الجير 8 سرعات اوتوماتيك. جميله جدا، ما يحتاج نتكلم على صرفيه. طبعا سعه خزان الوقود كذا لمسه بسيطه، خلينا نتكلم على خزان الوقود. سعته اللي هو 64 لتر، جمال وكمال ما شاء الله تبارك الرحمن، لا من لون داخلي ولا من لون خارجي. خلونا نلقي نظرة على الإنارة الأمامية الجميلة جدا، هذه طويلة الأعمار، LED جميل جدا بالإضافة إلى LED اللي موجود في الأسفل. طبعا اللون زي ما قلنا تخصص تطلب على كيفك. الجنوط هنا الأمامي 20 إنش كمقاس، هذا هو مع الكليبرات، الهوبات نفسها كديسك جميل جدا، طبعا فرامل رياضية أكيد. الجنط الخلفي لا، يجي 21 انش اعرض، و نتكلم كحجم جنط واعرض كعرض الكفر نفسه عشان يعطيك ثبات واداء افضل بكثير. المقابض تدخل وتطلع على حسب الحاجه زي ما تشوفون. المرايا جايه كاربون فايبر، يعني نتكلم على كاربون فايبر حقيقي بكل ما تعنيه الكلمه. الله يسلمكم اللي هو سعه التخزين اللي في الامام، هذه ايش؟ هذه سعه التخزين اللي موجوده في الامام على البورش، ساعة بسيطة جدا. تمام، طبعا ما شاء الله في خفة مو طبيعية، درجة اني اخاف اني اثر عليه في الضغط لما اقفله. فهذه ما شاء الله تبارك الرحمن. من الخلف نتكلم على برضو انارة اللي دي ساحرة صدق، من اجمل الانارات اللي دي المتصلة، خلينا نتكلم بكل مصداقية. من الخلف تشدني بشكل جدا كبير، هذه هي، بس معليش ما اشتغلت عموما لاني شغلتها وفتحتها كثير. إنارة جميلة جدا، فتحات العادم الطربية، الإنارة اللي موجودة هنا أيضا ولا أروع. المحرك الموجود هنا في الخلف محرك جميل جدا، والجناح ولا أروع. خلونا ندخل السيارة من الداخل عشان نشغلها ونطربكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، الداخلية الرياضية الجميلة جدا، كاريرا اس 911 من الداخل الجميلة جدا، الذاكرات وغيرها من الخصائص الجميلة جدا. أنا مو جاي أتكلم فعليا على مواصفات زي كذا، جايين نذكر التفاصيل الجميلة قدر الإمكان. هذا هو المحرك، من هنا عندنا كتابة الـ 3.0S، دلالة على المحرك، هنا مراوح التبريد وغيرها. طبعا المحرك جاي في الأسفل، تمام، تكفل بالطريقة هذه. خلونا نرجع نكمل التفاصيل الداخلية. البورش كاريرا اس 2024 من الداخل، نظام صوتي فاخر، لمسات الجلد الجميلة، طبعا تخصص زي ما تبي من الداخل، فعليا زي ما تبي بدون مبالغة. خلونا نشغل السيارة. بداية تشغل السيارة بالطريقة هذه من جهة اليسار، المفتاح مجرد شكل، لكن هنا عندك زي المفتاح مشابه المفتاح. فخلونا نشغلها لسمعكم صوت السيارة أثناء التشغيل. الله تبارك الرحمن، طبعا عجلة قيادة رياضية بكل تأكيد، تكون السيارة رياضية، التبديل في المقود أساسي. العدادات هذه بسرعة تصل إلى 330 كيلو متر في الساعة، طبعا تسارع السيارة هذه بحوالي 0 إلى 100. المثبت السرعة الخاص خلينا نتكلم في جروب واجن كأودي، بورش، لامبورغيني، تقريبا اغلبهم يتشابهون بنفس مثبت السرعة. العدادات هذه خلينا نتكلم بكل بساطة وبكل مختصر
القراءات اللي انت تحتاجها من هنا عفوا من جهة اليمين، يعني قراءات رياضية، ما اتكلم على قراءات عادية ما شاء الله تبارك الرحمن. الساعة الجميلة جدا اللي موجودة هنا ايضا، الشاشة للترفيه، عندنا الاكزوست تقدر تخليه رياضي تقدر تخليه عادي، تراكشن سسبنشن تقدر تخليه رياضي تقدر تخليه عادي، ايضا مستوى ارتفاع المقدمة من الامام تقدر ترفعها وتقدر تنزلها في حال انت جيت عند مطب او شيء من هذا القبيل. أنظمة التكييف والتبريد تقدر تتحكم فيها من هنا، وقر أنيق الجميل ما شاء الله تبارك الرحمن هنا تتحكم فيه، الله يسلمكم بالطريقة هذه. تشوفون كيف ترجع كذا للبارك. المانوال هنا موجود، تبريد تسخين مقاعد، تفتح أيضا فتحة اللي هي السقف الله يسلمكم كفتحة موجودة عندنا هنا، تشوفون كيف فتحة وليست سقف بانورامي بالكامل، لا فتحة جميلة جدا. بفتحها عشان أعطيكم نظرة على السيارة. البريك الكتروني، كوب هولدرز، وإنارة محيطية جميلة. من الخلف كسعة صراحة نسبة تناسب أكيد ضيق السيارة، يعني ما تنفع إلا لصغار السن فعليا بكل ما تعني الكلمة. خلونا نسمع فاصل طربي جميل من الإكزوست ونختم لكم بقية التفاصيل. طبعا كصوت إكزوست ما شاء الله تبارك الرحمن جميلة جدا، كستة سلندر من أفضل وأجمل أصوات الستة سلندر بلا منازع من بورش، هي السيارات الأفضل في صوت الستة سلندر. وما ننسى أيضا نيسان جي تي آر برضو تعتبر من الأجمل في صوت الستة سلندر، لكن بورش دائما يتفوق بالصوت الجميل. نلقي نظرة على النظام الهيدروليك اللي في الأمام، أنا رافعه حاليا زي ما تشوفون، أحاول أن أوضح لكم مستوى الارتفاع ومستوى الانخفاضة للهيدروليك. الآن مرتفع على أعلى مستوى في المقدمة في حال أنت في شارع في حفر ومطبات أو جاي تدخل في الباركينج الخاص فيك، فتقدر أنه ترفعها. طبعا نزلها بطريقة هذه اللي موجودة من خلال الزر اللي موجود هنا، تقدر نزلها، بس معليش لازم نكون مقفلين الباب عشان تنزل السيارة. هذه تنزل السيارة، ونخلي صوت العادم على الصوت الهادي، ونلقي نظرة على فتحة السقف الجميلة البسيطة الغير معقدة. هذه فتحة سقف بسيطة جميلة جدا، الهيدروليك حاليا جالس ينزل إلى الأسفل إلى المستوى الأفضل له كمستوى نزول. هذه ككل البورش كاريرا اس 2024 911 الجميلة جدا. السعر موجود عند شركة البريمي الله يعطيهم العافية، تحصلونه لأنه هذه السيارة مخصصة على حسب الطلب، يعني ما تطلع شيء ستاندرد إلا قليل جدا، الأغلب يجي مخصص على حسب الطلب. لمحة جدا بسيطة وسريعة على السيارة، غيرنا شوي في السيارات اللي نصورها. صراحة دائما أحب أني أسمع آراءكم في السيارات اللي أصورها في قناتي، هذا شيء جدا أحرص عليه دائما حيث أنه نجدد وننوع في تصوير المحتوى. إلى هنا وصلنا إلى النهاية، يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسون تشتركوا معنا في القناة وتفعلون الجرس عشان توصلكم مقاطعنا أول بأول، وأيضا ضيفوني على بقية حساباتي تيك توك سناب شات وإنستغرام. يعطيكم العافية على المشاهدة وفي أمان الله.